أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات الحقوقية التي يشهد لها بفضل توجيهات جلالة الملك جلالة ملك البلاد الفداء حفظه الله ورعاة جاء ذلك خلال تراس العسوم جلسة البرلمان العربي الأولى في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي أقيمت صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أشاد بالتطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية بالبدء بوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يمثل نقلة نوعية رائدة. الى جانب المبادرات الاخرى التي بدات المملكه فعليا في تطبيقها بنظام العقوبات البديله وقانون العداله الاصلاحيه للاطفال التي تتوافق مع اعلى معايير حقوق الانسان على المستوى الدولي. نثمن التطور المتنامي في منظومه حقوق الانسان بمملكه البحرين خاصه في ضوء التوجيهات الملكيه الساميه لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه. ملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه بالبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة والذي يمثل نقل نوعية رائدة ونتاج فكر مستحضر ومستنير في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين بعد أن عملت على نظام العقوبات البديلة واقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يتوافق مع معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي